قررت لجنة تنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بالإجماع إحالة 4 أعضاء من الحزب على اللجنة التأديبية مع طلب فصلهم نهائيا من الحزب، ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو. وتعتزم اللجنة التنفيذية كذلك إحالة الرئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة واسطنبول على اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي. وكان داوود أوغلو قد أطلق في الأونة الأخيرة انتقادات حادة ضد سياسات الحزب الحاكم. من اسطنبول معي للتعليق على هذا الموضوع الصحفي علام صبيحات. أهلا بك يا سيد علام. أولا، يعني في أي إطار تندرج هذه الحملة من الإقالات والفصل؟ في إطار الخلافات العميقة التي من الممكن أن تسمى شيرين بالانقسامات والشرخ الكبير الذي يصيب حزب العدالة والتنمية الحاكم. التصريحات التي كان قد أدلى بها أحمد داوود أوغلو في الآونة الأخيرة، وتحديدا في مدينة سكاريا، والتي تحدث فيها تحديدا عن أنه إذا ما فتحت صفحات محاربة الإرهاب فإن الكثير من الوجوه ستخجل من النظر في وجوه الناس بين هلالين. هذا التصريح تحديدا اعتبر بمثابة تهديد واضح وصريح لقيادة حزب العدالة والتنمية، ولا سيما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وهو خطوة متقدمة من هذا الشخص الذي كان في يوم ما رئيس لحزب العدالة والتنمية الحاكم في طريق الخلاف والشرخ الكبير وربما التاريخي بين قوسين في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم. نحن الآن نشهد مرحلة تاريخية مهمة جدا شيرين، والتي تؤشر إلى قرب إنشاء أو إعلان إنشاء حزب جديد في تركيا، يكون من بين أبرز قياداته على الأقل أحمد داوود أوغلو وعلي باباجان وربما عبد الله جول وقيادات أخرى سابقة ومؤسسة من حزب العدالة طيب والتنمية الحاكم. يعني شخصيات مثل جول وأوغلو وشخصيات أخرى في هذا الحزب، هل ستؤسس لحزب يوازي العدالة والتنمية، خاصة أن هؤلاء كانوا من أقطاب العدالة والتنمية، أم أنه سيكون هناك فرق بين سياسة الحزبين؟ يبدو أن الصورة ذاهبة بهذا الاتجاه. يعني هناك سيناريوهين محتملين يتم الحديث عنهما الآن، إما أن يؤسسوا جميعا حزبا واحدا منافسا لحزب العدالة والتنمية، وبهذه الحالة سيكون منافس قوي جدا لحزب العدالة والتنمية، خاصة وأنه سيكون من حاضنته الشعبية وهو أخطر ما سيواجهه حزب العدالة والتنمية والرئيس إردوغان في الانتخابات القادمة، أو أنهم سيؤسسان حزبين منفصلين في الفترة القادمة، وهو أيضا سيؤثر على حزب العدالة والتنمية الحاكم، ولكنه لن يكون لأحد هذين الحزبين الفرصة ليكون قويا جدا منافسا لوحده للعدالة والتنمية. بكل الأحوال الصورة معقدة جدا أمام قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات في الفترة القادمة، ولا سيما في الانتخابات الرئاسية في العام 2023. وإردوغان يدرك حجم الخطورة لهذا الانشقاق الآن داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو يدرك بقضية احتمال فصل أيضا المسؤولي فرع اسطنبول وأنقرة من هذا الحزب. هل هذه الإقالة أو الفصل ستكون مرتبطة بنتائج الانتخابات في المدينتين عمليا، الانتخابات المحلية؟ هناك عدة أسباب شيرين، من بينها وعلى رأسها نتائج الانتخابات التي فشل فيها الحزب الحاكم فشلا ذريعا في هاتين المدينتين اللتان تشكلان رمزا مهما للحزب الحاكم من جهة، ومن جهة أخرى تتعلق بفصل قيادات أخرى ومن بينها أحمد داوود أوغلو، على اعتبار أن هؤلاء الأشخاص أو هذين القياديين في أنقرة واسطنبول هما من المحسوبين على هذه القيادات التي وجهت انتقادات لقيادة الحزب الحاكم، وبالتالي هذا يؤشر أيضا إلى الخلافات حجم الخلافات الكبيرة داخل حزب العدالة والتنمية في هذه السؤال الأخير يعني سيد علام، هل هذا أيضا مرتبط بملفات إقليمية وسياسة أردوغان حيال سوريا وكل الملفات الخارجية؟ بلا شك، لأن هناك انتقادات واضحة كانت من هذه القيادات تحديدا أحمد داوود أوغلو وعبد الله جول وعلي باباجان للسياسة الخارجية، لا سيما المتعلقة في سوريا ومصر وليبيا والعراق. هذه السياسة كانت قد وجهت بانتقادات حادة، وعلى هذا الأساس كانت هناك خلافات حادة مع هؤلاء القيادات، والتي وصلت إلى ما وصلت إليه هذا اليوم. نعم، أشكرك جزيل الشكر الصحفي علام صبيحات، وقد حدثتني من اسطنبول.